هيلعب زون ولا وضعه في الجدول، وبعد ما بيراميدز بقى في المركز بقى فيه منافسة على المركز الثالث ما بقاش بقى محتاج، ولا الناحية الهجومية أو الشراسة الهجومية بتاعت النادي الأهلي اللي هيلعب بيها بكرة لأنه لازم يكسب، لازم يكسب. فهيبقى ده هيفرض أسلوب لعب معين. بص يا اسلام، انا عايز اقول لك على حاجه. النادي المصري محطوط برضه في وضع وحش جدا، ان عنده 3 ماتشات. هو راح افريقيا، بس هو مش عايز مشاكل في اي كلام بعد كده لو بعد عن المربع الذهبي. هو النهارده في تهديد للنادي المصري في المربع الذهبي، يعني وصلنا لما اتغلبنا الماتش ال هو سموحه الخامس، سموحه 47 فرق كده، هو 49 النصر 49 تقريبا، يعني هنا بتهدد النادي المصري. سموحه وبيراميدز بيهددوا النادي المصري. النادي المصري عامه الماتشات الجايه برضو لازم يلعب علينا ماتشات فعلا كؤوس، يعني ما يتغلبش على الاقل، ما يتغلبش ماتش الاهلي، فهو بيلعب على كده انه مش عايز يتغلب على الاقل، فطبيعي انه يلعب ماتش كويس قوي، يعمل نتيجه كويسه. هو عايز يعمل نتيجه كويسه عشان برضه يبعد عن القيل والقال، ان برضه سموحه النهارده بيطالب انا مش ملعبش ليه في افريقيا؟ ما انا من حقي ده انا الرابع، ولسه لما يبقى لو بقى الثالث فالمصري هيبقى مشكله، يبقى عنده مشكله فعلا. فالنادي المصري عايز يبعد عن القصه دي، فعايز يعمل ماتش كويس، يعمل نتيجه كويسه جدا. انا بقول ان هو مش هيفتح الماتش، يعني الطبيعي انه مش هيفتح الماتش، مش هيقدر يفتح الماتش. طبيعه لعبه النادي لعيبه النادي الاهلي ولعب النادي الاهلي مش هتخليه يفتح الماتش. طب ليه يا كابتن مصطفى؟ لان بص، النادي الاهلي نازل بكره، يعني في الكوره ياتي لمقتول، لازم اكسب بالظبط، لازم اكسب، دي حقيقه. النادي المصري لو طلع ببونت يبقى كسبان، يعني لو طلع ببونت يبقى بكسب، لكن هو انا عايز اقول الناس بتطالبهم في بورسعيد، كل الناس بتطالب بالمكسب، يعني الناس بتطالب بالمكسب، الناس عايز تكسب، الناس بتلعب. يعني انا متابع الناس في بورسعيد فعلا عايزين يكسبوا. فانا عايز اقول كنت بتلعب في الماتش ده يا كابتن؟ موجود. ده ماتش 3-0، ده كان رمضان السيد، ده ماتش دوري، ده ماتش دوري، لا ده ماتش دوري. فانا عايز اقول النادي ده رضا بالذكر يا كابتن، ده بقول لك عليه الايراني، ده مسعد نور وده محمد طه، ده نهائي الكاس تقريبا، ده محمد طه نهائي الكاس 3-1، ده على ما هو 3-1 تقريبا، ده تقريبا لا ده بتاع علامة يوب 3-1 3-1 احنا جبنا الجول الاول والماتش قرب يخلص خلاص، وهم علامة يوب في اخر دقيقة. بص بالذات ده بيجري ازاي؟ سريع بالكرة ازاي؟ عامل زي الكوارث، لا سريع بالكرة فظيع بجد. وعبد الرزاق كان في لعيب. طيب هي في نقطة يا كابتن، الاهلي بقى يا كابتن انا بس عايز اقول نقطة، ان المصري عامل اداء السنة دي كويس قوي، وعنده لعيبة هجومية كويس قوي، ولياقته البدنية كويسة قوي. طب ما العبش ليه من هاجم وعايز اكسب وكده؟ ليه اغير سيستم لعبي؟ يعني انت عمال تقول لي روس وكابتن، انا مش هغير سيستمي. بص يا كابتن، احنا جايبين في الاربع ماتشات دخل فيها اجوان كتير، بس انا جايب 7 اجوان في 4 ماتشات، ده معدل محترم. ايوه بس يعني برضو بص ده شق تاني، ان بيخش فيك اجوان، ده سيستم ماشي تلاقي معينه والديفنس معين بتاع، بس انت بتعود لعيبتك على طريقه ان انت عايز تهاجم، عايز تلعب كوره، يبقى معاك قماشه كويسه وبتاع، هتعودهم على دي، يعني انت عندك الحافز اللي انت بتلعبهم. فالمصري ماشي كويس، مش كويس قوي، وعنده لعيبه رجليها في الملعب. طيب الاهلي